عندي على السريع بقى يعني تقريبا وقتنا قرب للنهاية، عندي شخصيات وصور، عاوزاك تختاري بين الشخصيتين دول، لو ظهر مع جيلي كان سيكون الأهم، لو ظهر بالوقت اللي أنت ابتديتي فيه شمس كان حيكون الأهم، مين بتختاري؟ محمد رمضان وأحمد حاتم؟ أحمد حاتم بيعجبني جدا كممثل، جدا تمثيل يعني، كنت برأيك بيكون جدا جدا راقي في تمثيله جدا، وشفت له فيلم اللي كان عامل فيه أعمى كان هايل هايل. رمضان بتحبي أعماله وتمثيله؟ رمضان اشتغلت معاه رئيس جمهورية نفسه، يعني ما شفتش منه حاجة حاجة وحشة يعني. تمام، أتمنى الوقوف أمامه مجددا. بنشوف، هنشوف الصورتين اللي بعده. انت كده انت كده بتخيريني. احمد رزق ومدحت صالح، ده اوقع حبيبي وده مين بتختاري لو عندك عمل هلا قالوا لك تختاري بطل من دول لازم تختاري؟ احمد انا سميته بالونه، طلعت عليه لغايه دلوقتي. ومدحت في فيلم اللبيس قرقر، الاثنين بعشقهم، بتمنى اشتغل معاهم، فده اختيار صعب قوي. رغم واحد عشان نكمل يلا في اللعبة. رزق معلش سوري يا حبيبي، ربنا يسامحك على انا فزت لك بقى على قلبك. كانت تستحق فرصا افضل، كانت تستحق فرص افضل. هنشوف علا رامي او جلا فهمي. جلا فهمي تستحق، كانت اكتر طبعا. اللي رايك وقفها اللي زي صراحتها الفجه مع نفسها كرامتها. ما ينفعش الموضوع ده بالحياة بالفن، لازم شوية مسيرات ودبلوماسية. لازم شوية التحابيش دي. فجلا عاملة زي صاحبتي وحبيبتي يعني. تمام. كانت أو تستحق لقب نجمة مصر الأولى حاليا، منى زكي، ياسمين عبد العزيز. منى زكي. منى بدون تفكير. يشبه بمواصفاته فارس أحلامي أو فتى أحلامي. يلا نشوف، أحمد فهمي، أكرم حسني. يعني هما الاثنين ممثلين هايلين، بس ما ولا حد فيهم ممكن يكون شبه فتى أحلامي. من المواصفات حتى لا. ولا الخارجية؟ لإيه مواصفاته فتى الأحلام؟ مش عارفة كده يعني انا ما اشتغلتش معاهم، ما اعرفش شخصياتهم، علشان حتى لو كنت قربت منهم فهمت شخصيتهم كنت هقول لك، بس انا عشان ما اشتغلتش معاهم خالص ما اعرفهمش. طيب، نعم او لا هي اخر فقره بسؤالين كمان على السريع. احيانا اقبل اعمال فنيه بس بسبب لقمه العيش. نعم. نعم. شاركت في كثير من الافلام متواضعه المستوى والايرادات، نعم ام لا؟ لا نهائيا. أنا من مدرسة كلاسيكية، لن أستطيع أن أغير تفكيري وأسلوبي لأتماشى مع روح العصر. حقيقة نعم. نعم. مش هتقدري برضو؟ مش هتقدري تغيري؟ لا. أعملي طب يا رغدة، مش عارفة أعمل لك إيه، أنا شلت إيدي. أفلام إناس الدغيدي تتصادم مع قيم المجتمع المصري، نعم أم لا؟ لا. لا. نادمة على بعض من اختياراتي الفنية. لا. كله راضي عليه؟ لان حتى اللي ما كنتش راضي عليه اللي انا قلت لك عليهم ما عملتهمش وما كملوش. حتى لو كنت اشتغلت عشان الفلوس ما كملوش، ده من عند ربنا. الحمد لله ربنا وقفهم. دي رسائل يعني. رسائل. سؤال اخير، لو قدامك الفانوس السحري ويطلع لك بقى المارد وطلب منك تحقيق طلب واحد هينفذه، تطلب ايه؟ ربنا يرزقني وبرزق اللي حواليا. يا رب يا رب يتحقق الكلام ده، ونرجع نشوفك من جديد بأعمال أحلى وأحلى وأكتر بكتير. أنا كتير سعدت بلقائك الليلة شمس، حقيقة نورتيني وأسعدتيني، وبدي اللي جود لك في كل اللي جاي من